نستحسن المبادره باسكو ان كلوب كي سي ريسبكت وان كلوب بروفيسيونيل يجدد العقود تاعو تاع اللاعبين ما نستناش حتى اليوم 2024 راهو فانت كونطرا نبقى نجري موراه. لا لا اليوم عنده زونغرانا كان عنده حتى 26 زادوا له 28 علاه خويا انا راهو عندي باسكو كي نحكموا زونغرانا شكون جابو جابو بومان ايوا ونجح فيه اليوم زونغرانا انا نقول لك سي لو ميور جوار في المولوديه دالجي سي لو بومو بلا ما نقصوا بواحد اخر. نتمنى المبادره تتعمم نقول لك في تجديد عقله باسكو علاه سي اون فيزيون تاع لا ليغ دي شامبيون اللي يكون عندك اون ستابيليتي او مينيموم تاع 3 زون سو لو كوتي تكنيك تاع اللاعبين. نتمنى نفس الشيء عبد لابير عبد اللاوي غزاله غزاله اللي بالك نقول لك انا باللي سي ان جوار اللي محقور اعلاميا ما راهوش بيان بيان ميتيزم على كل حال c'est un joueur qui fait très 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 bien son travail la preuve le mouloudia mano meon kisi wach bzaf li bit tani k tajdid el uqud ta had el la'ibin paske alah c'est la colonne vertébrale kima kan yqdar hadr abd el nour w ba'd el 'am el jay bien sûr el mouloudia had el 'am ki ntchhat fi el recrutement la saison prochaine elle va recruter 5 à 6 joueurs oui alors par contre les saisons li fatou mfukrak kol jibou 13 14 عليها اليوم قلت لك الاستقرار الفني الفني مليح و مادام اللاعبين تاعك لوساتور تغارديها وترانفورسي تغارديها وترانفورسي يلحق نهار وين كاس افريقيا ما تشوفهاش بعيده لوبجيكتيف هذا ما تشوفوش بعيد باسكو تو يا دو لا كاليتي. اليوم نتمنى ان شاء الله بون نباركوا لهم على الشامبيونا ان شاء الله مازالت لا كوب دالجيري بوركوا با لو دوبلي مي كاين الاصعب او جاي باسكو رانا في الصومي ماذا بينا نقعدوا فيه. اليوم لو ريكروتمون يفو كي سوا étudie avec des joueurs de qualité ou بمشاورت uniquement le مدرب ما يدخل حتى طرف. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.